رفقة في العائلة. أحياناً تكون كل البلدة هادئة صباحاً. أصحاب المتاجر لم يبدأوا بعرض البضاعة بعد. الجنود الرومان لم يبدأوا تجوالهم في شوارعنا. لكن كما يذهب نسيم الصباح العليل ويأتي مكانه حر الظهر، هكذا يذهب هدوء الصباح ليأتي مكانه الضجيج والمتاعب. لا أعرف أبداً ماذا سيجلب لنا اليوم. نوح، تنحى جانباً. أنت كف جانباً. لما نختبئ؟ ابتعد عن الطريق. هيا لنحضر صديقة أمنا. عليك الرحيل. مريم، ما الأمر؟ حالة أمي تسوء. ما الأمر يا ابنتي؟ هي تبصق الدم. نوح، أخبريني، منذ متى وهي تبصق الدم؟ لقد بدأت اليوم. قالت سارة أنها محرورة جدا. شكرا لمجيئك خالتي. كيف حال أمك؟ ليست بخير. لقد سألت عنك لذا أرسلت مريم، لكن الآن لا يمكنني إيقاظها. يمكنك الرحيل نوح. لم أعلم ما العمل. لقد أحسنت بطلبي. حرارتها مرتفعة. أريد ماء، مناشف ووعاء. مريم، هل يمكنك إحضارها؟ داود، ماذا تفعل؟ لا شيء، أنا خارج. هناك دم على الرقعة. وإن يكن. داود، داود، هذا سيخفف من حرارتها. علينا أن نصلي من أجلها مريم. أبانا، أشكرك لأني ومريم نستطيع دخول محضرك باسم يسوع. أشكرك لأنك تسمع لنا عندما نصرخ لك. نحن نضع ليلى بين يديك. نصلي أن تريحها من الألم والعذاب. اشفها يا رب. نشكرك لأنك تحبها أكثر منا نحن، ونحن نضعها بين يديك بكل إيمان باسم يسوع. آمين. عندما أصلي من أجل أمي لا أشعر أن الله يسمعني. لما لا؟ لا أعلم، أشعر بالعار. من أنا لأطلب من الله؟
لكن يا مريم، يسوع حمل عارك على نفسه على الصليب وأعطاك الحق لدخول محضر الله باسمه في أي وقت. لكنني لست صالحة مثلك أو مثل أمي. لا أحد صالح ليمثل أمام الله، لكنه أعد لنا الطريق عبر ذبيحة يسوع. انظري الماء في هذا الوعاء، قطرة دم واحدة أو أي شائبة تلوث الوعاء كله. وهكذا الخطيئة عزيزتي، لا يهم كم هي كبيرة أو صغيرة، الله القدير طاهر وقدوس، لا يقبل خطيئة. لكن كما تنقي زوف هذا الوعاء، هكذا ينقينا الله بموت وقيامة يسوع. رغم أنه كان طاهراً ودون خطيئة، لكنه حمل عقاب خطيئتنا وفسادنا ومعاصينا على نفسه. لقد مات لأجلنا لكي يطهرنا، وقام من الأموات كاسراً قيد الخطيئة والموت عنا، حاملاً عنا عارنا، فصالحنا الله مع نفسه. ونحن نقبل هذه المصالحة عندما نقبل مسيحه المنتظر يسوع وذبيحته من أجلنا، كما فعلت أنت يا مريم. هو يسمعك ويحبك جدا. مريم، كيف حال أمك؟ رفقة، آمل أنك بخير. بخير موسى، آمل أن تكون أنت بخير. حرارتها تنخفض أبي، خالتي رفقة ساعدتها. لما هذه المرأة في بيتنا؟ ألم أقل لك إنني لست راضياً بها ولا بزوجها؟ لكن أبي، إنها صديقة أمي، هي امرأة حكيمة وصالحة. ولكن ليس بحسب طرقنا، زوجها جاب ضرائب للرومان، وهي واحدة من أتباع يسوع الناصري. أمي طلبت مني إحضارها أبي. حسناً، ما الأمر أيها الجندي؟ تعرض اثنان من جنودنا للاعتداء، ونعتقد أن فرداً من بيتك متورط. من بيتي؟ هذا مستحيل، نحن أناس صالحون نطيع القانون. أنت تأوي مجرماً، تنحى. لا يوجد مجرمون هنا. فتشوا المنزل. أنتم تضيعون وقتكم، لا يوجد سوى نساء في الداخل. كنت في البيت طوال الليل، وابني وصهري. فتش بالداخل. كنا مع القطيع في الحقل. لا، لا تفعل، زوجتي مريضة جدا. هيا سنعود مرة أخرى. ابني، ماذا فعل الآن؟ لا عليك أمي، لقد رحلوا.
أنا أصلي لأجله، أصلي لأجله. أنا أخاف عليه أيضا، هو عنيد جدا وعازم. بوضع أمي هذا عليه أن يحمل مسؤولية العائلة، أن يخدم العائلة، لكنه بدل ذلك يعرضنا للخطر، لا يفكر إلا بنفسه. كيف يمكن لله أن يحب أحداً يرمي كل ما هو مهم؟ روى يسوع ذات مرة قصة شاب أناني لا يفكر إلا بنفسه، عن ابن أراد الحصول على ميراثه باكراً. لم يكن والده مسروراً، لكنه أعطاه ما سأل، وهكذا ذهب الابن ليجمع ثروة في أرض بعيدة. وسرعان ما بذر الشاب كل أمواله سعياً وراء الملذات الذاتية، وسرعان ما أصبح مفلساً ودون صديق وجائعاً. ماذا فعل؟ تذكر والده، تذكر كرمه الكبير واللامحدود وخيراته، وكيف أن عبيد والده كانوا يأكلون ويتنعمون جيداً، وكان يهتم بهم. لذا قرر العودة إلى أبيه والقول له: لقد أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقاً أن أدعى ابنك، اجعلني كأحد عبيدك. وإذ كان لم يزل بعيداً، ركض والده ليعانقه، وقع على عنقه وقبله، ومن ثم قال لعبيده: هيا أخرجوا أفضل حلة وألبسوه، واجعلوا خاتماً في يده وحذاءً في رجليه، واجلبوا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتاً وقد عاش، كان ضالاً أما الآن فوجد. هل قبله والده بعدها؟ آه، كان ينتظر عودته سالماً. أتعتقدين الله ينتظر داود؟ نعم مريم، بل إنه يسعى وراءه. أتساءل هل كان الأب سيرحب بابنه لو كان الابن ارتكب خطأً ما؟ لقد أخطأ ابنه كثيراً، لكنه سامحه في النهاية، وأعتقد أن الأمر تطلب جرأة كبيرة من الابن لكي يعود ويواجه أبيه. علي العودة إلى المنزل الآن، وإلا سيأتي زوجي بحثاً عني. كان يومك طويلاً. هذه أوقات عصيبة لك ولعائلتك. لكني اكتشفت أنه حتى في أصعب الظروف لدينا رجاء بوجود الله وبكلمته. مريم، هذه لك. وصف النبي أشعياء هذا الرجاء عندما قال إنه عند مجيء الله حتى الصحراء ستتهلل. تعالي إلي إذا احتاجتني أمك. سأفعل، شكراً على كل شيء.
ما هي الشخصية التي تتواصل معها أكثر من غيرها ولماذا؟ لماذا يتساءل الناس إن كان الله يسمع الصلاة؟ بالنسبة لمريم، رفقة وليلى سيدتان صالحتان. برأيك، ما الذي يجعل الشخص صالحاً؟ ما الذي يجب أن نفعله لنكون مقبولين من الله ولكي نعلم أنه يسمع صلواتنا؟ ماذا تخبرنا قصة الابن الضال عن موقف الله من نحونا؟